السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، نجدد الترحاب بكم إلى حديث هذا اليوم، ونخصصه للحديث عن الفرج بعد الشدة. الإنسان في هذه الحياة يعيش في بعض الأحيان أزمات، ويعيش صعوبات قد تكون متلاحقة وقد تكون متفرقة. بعض الناس تضيق الدنيا في عيونهم لما تتكالب عليهم المشاكل من أمراض ومن أسقام، وكذلك من فقر وحاجة، أو من خصام وشنآن بين العائلة والأحباب. كلما تلاحقت هذه الأزمات تضيق بالإنسان الدنيا في عينيه. والملاحظ أن الإنسان ضعيف، إذا نزلت به الشدائد فإنه سرعان ما يستاء وقد يقنط من رحمة الله، خصوصا حينما يحاول دفع هذه الأزمات ودفع هذه الابتلاءات بشتى الطرق. لكن إذا لم يصل إلى نتيجة عاجلا قد يتسرب إلى قلبه اليأس، وقد يشعر بالقنوط من رحمة الله. ربنا سبحانه وتعالى ينبه الغافلين ويقول في محكم تنزيله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا استفهام إنكاري، ربنا عز وجل يسائلنا: من الذي يجيب المضطر إذا رفع يديه لله في السماء يطلب منه المدد؟ ومن الذي يجيب العبد في لحظات الكرب والشدة طالبا العون وتفريج الهموم؟ من الذي يفتح الأبواب المغلقة؟ من الذي يكشف السوء؟ من الذي يمدنا بالعطاء؟ إنه الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الله عز وجل من حكمته البالغة أنه جعل الحياة الدنيا فيها نعم وفيها رغبات وشهوات، وأيضا فيها أزمات وابتلاءات. هذه الأزمات والابتلاءات إنما تأتي لاختبار العباد. إذا أراد الله تعالى أن يختبرك أيها الإنسان، الله تعالى يريد أن يضعك أمام مرآة نفسك، تنظر حقيقة نفسك وتنظر مقدار ما أنت فيه. فالابتلاءات والأزمات هي اختبار لكي نعرف حقيقة أمرنا عند الله وعند أنفسنا، وهي أيضا تأتي ليطهر الله تعالى عباده المؤمنين من الخطايا ومن الذنوب. نحن جميعا نخطئ ونسيء، فربنا إذا أراد أن يطهرنا يبتلينا بأزمات وشدائد. عندما يشتد الضيق بالإنسان ضيقا ويزيد الهم هما، سبحان الله، قانون وضعه الله تعالى لا يلبث إلا ويأتي بعدها الفرج. هذا قانون، فكل من كان مبتلى وكل من كان متأزم نقول له ربنا وضع قانونا أن هذه الشدائد وهذه الهموم لا تلبث إلا وتلحقها رياح الفرج. فربنا عز وجل قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، كما قال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. حينما نتصفح كتاب الله تعالى القرآن العظيم الدستور الإلهي الخالد، يحكي لنا عن قصص من الأنبياء والمرسلين. هذه القصص ليس مجرد للحكي، وإنما لنأخذ منها العبرة والعظة. كل نبي هو حالة بشرية مستقلة بذاته،
وكأن الحالات البشرية هي كثيرة ومتنوعة ويمكن القياس عليها، لكن علينا أن نتأمل ونتدبر في المحن والابتلاءات التي مرت بالأنبياء والمرسلين كنماذج بشرية وكيف انتهت بهم الأمور. يعطينا القرآن الكريم نموذج سيدنا يوسف عليه السلام والمعاناة التي مر بها، كيف غدر به إخوته وكيف حاولوا اغتياله، ثم صار في ظلامة الجب، رموه في الجب، وبعد ذلك عاش ردحا من الزمن ثم ألقي به في ضيق السجن. وهكذا سيرة نبي الله يوسف كربا على كرب وهما على هم، لكن العبرة بالخواتم، ماذا حصل له بعد ذلك؟ هل استمرت هذه الكروب وهذه المعاناة؟ أبدا أبدا، تداركته رحمة الله الواسعة، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، أخرجته من ظلمة الجب ومن ضيق السجن إلى سعة الملك، دخل للقصر الملكي وصار اليد اليمنى للسلطان، وبسط الله له في العيش وجمعه بأهله في حال الرخاء بعد الشدة. هذا نموذج بشري كيف صار بأمر الله تعالى. كذلك يعطينا القرآن العظيم نموذج آخر، إنه يعقوب عليه السلام. هذا الرجل أيضا كان نبي وتعرض للكثير من الابتلاءات والكثير من الأحزان حتى فقد بصره وصار أعمى لما فقد ولديه يوسف وأيضا بنيامين، ومن شدة الحزن ابيضت عيناه فهو كظيم. ولكن هل استمر على هذا الهم وعلى هذا الغم؟ أبدا، بعد سنوات من الشدة تداركته رحمة الله الواسعة، وبعد مفارقته الأولاد والأحبة جمعه الله تعالى بهم، وذلك على غير ميعاد، ثم فتح لهم باب الكرم وباب العطاء وباب العيش الهني. إنه القانون الإلهي وسنة الله في أرضه، هذه الهموم والأحزان والكروب لا تستمر، سرعان ما تنقشع. يعطينا نموذج آخر ربنا سبحانه وتعالى غريب جدا، وهو نبي الله يونس، كيف أنه شاءت الأقدار الإلهية أن يغرق في البحر ويبتلعه الحوت، صار في بطن الحوت وبقي هناك في ظلام دامس، ظلام جوف بطن الحوت وظلام الليل وظلام البحر، ولم ييأس من رحمة الله، بقي به البلاء، دعا ربه فاستجاب الله دعاءه. كذلك من ينظر إلى سيرة النبي المصطفى الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلها شدائد وكلها أهوال وكلها كروب وهموم، منذ أن ولد وهو يتيم وصار فقير، وحياته مرت في رعي الغنم والفقر والحاجة، وحينما أكرمه الله بالنبوة أمره بالصدع بالحق، فتلقى الشدائد الكثيرة من صناديد قريش، وعذب وهجر وطلقت بناته وسحر، وقيل فيه كلام في عن سمعته، ومع كل هذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المجد، وصار ذكره يبقى خالدا مخلدا يردد في كل مكان. تذكروا تلك المعارك التي خاضها ضد المشركين والشدائد التي مرت به، ومع كل هذا لم تستمر، سرعان ما جاء الفتح وجاء النصر وجاء الهناء وجاءت الخيرات والبركات. وقس على ذلك ليس فقط الأنبياء والمرسلين، بل كل البشر وخصوصا صحابة الأنبياء وأتباع الأنبياء وهم خير خلق الله، تعرضوا للكثير من المضايقات والكثير من الابتلاءات والأزمات، سواء الرجال أو النساء. ويصعب أننا نرصد
أعداد من هؤلاء. نكتفي بنموذج واحد في صفوف النساء، السيدة الفاضلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي زوجة النبي الكريم. لما اتهموها بالفسق اتهمها المنافقون بأنها كانت في علاقة غير شرعية مع فلان، واتهموها وهي العفيفة الصالحة زوجة خير خلق الله، اتهموها بالوقوع في الفاحشة وهي منها بريئة. حتى إن النبي الكريم كاد أن يصدقهم، صار يدخل عليها فلا يكلمها، وكان يتلطف معها فصار لا يتلطف، واشتدت الأزمة أكثر من شهرين. ولكن الله تعالى برأها من فوق سبع سماوات، جاءها الفرج الإلهي فرج عليها وبرأها. وهكذا كل امرأة ربما تعرضت للبلاء، كل فتاة، كل عروس، كل سيدة تعرضت للبلاء، نقول لها لا تحزني، هذه نموذج من النساء أم المؤمن عائشة كيف تعرضت للضيق الشديد وتعرضت للسمعة، ومع ذلك هي بريئة وعفيفة، فبرأها الله تعالى من فوق سبع سماوات. ما نريد أن نؤكد عليه أيها الأحبة الكرام أن الله تعالى لطيف بعباده. الله تعالى اسمه اللطيف، ولطفه واسع، ورحمته شاسعة، فإنه اقتضت حكمته أنه إذا ابتلانا سرعان ما ينقذ عباده من الضيق ولو كانوا في أعتى الصور، ولا يتخلى عن عباده المؤمنين. لكن الذي يغيب كثيرا عن الأذهان أن هذه الشدائد وهذه المصائب والأزمات لها فوائد. أي نعم لها فوائد، بالرغم من أنها مكروهة للنفس. أيها الإنسان، إذا أصابتك شدة أو أزمة، وإذا أصابك ضيق، فاعلم بأن كل هذا أولا به يكفر الله الخطايا. كلنا نخطئ، إذا أخطأنا فإن الله تعالى يمسح ويبدل السيئات حسنات ببركة هذه الشدائد والابتلاءات. والصابر عند هذه الابتلاءات الله يرفع بها الدرجات، فإن الإنسان يكون في مقام وربنا أراد له مقام أعلى لا يدركه لا بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته ولا بنفقته، إنما يصل إلى تلك الدرجات العلى بالصبر على البلاء. ثم إذا أصاب الإنسان بلاء فهذا يدفعه إلى تجديد التوبة. إنسان يشعر بأنه محاصر وأنه ضاقت به الدنيا، فإنه يلجأ إلى ربه وينكسر بين يديه. هذا الانكسار عند الله تعالى أحب إليه من كثير من العبادات. قد يكون الإنسان مصليا وقواما وصواما وكثير العبادات، لكن أن تكون منكسرا بين يدي ربك أحب إليه من كل هذه العبادات، لأن الإنسان المنكسر يشعر بحاجته إلى ربه، يشعر بافتقاره إلى خالقه، فينقطع عن الناس وعن دنياهم ويترك المخلوقات ويتصل بالخالق، وهنا يتحقق لديه التوحيد الخالص. التوحيد الذي ليس فيه شوائب هو حينما تضيق بك الدنيا ولا ينقذك أحد من البشر فلا يبقى إلا رب البشر. أيها الأحبة الكرام، هناك خطوات كثيرة لكي نخرج من الحالة الحزينة المهمومة. فرسالة إلى كل المهمومين للحزانة، أقول لهم لا تقلقوا ولا تغتموا، فربنا سبحانه وتعالى أشار إلينا بخطوات إذا اتبعناها خرجنا بسرعة من دائرة الضيق إلى أوسع الطريق. أول شيء، علينا أن نلجأ لله تعالى ساعة الكرب ولا نلجأ للعباد، لأن الخطأ لما تكون في أزمة إما مالية أو صحية أو قضائية أو غيرها، الناس يطرقون أبواب الناس، يبحث عن مسؤول في الإدارة أو عن شخص من أهل الخير أو لكي يقف معه. عليك أن تلجأ أولا إلى الله، توضأ، صلي ركعتين، أسجد لله وقل يا الله إني أصابني الضر. نلجأ للسميع البصير،
نلجأ للقاهر فوق العباد، نلجأ للقادر على خلاصنا من أحزاننا، العليم بحوائجنا، كما قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. تضرعوا، أن نتضرع إلى الله. ما إن تشعر بأن عندك أزمة، انسى الأسباب والمسببات، انسى التفكير، توضأ، صلي ركعتين، واركع وأسجد واخشع للمولى عز وجل وتضرع إليه. هذا أول خطوة. الخطوة الثانية، علينا أن نحسن الظن بالله، لأن البعض قد يسيء الظن بالله، يقول: لماذا خلقني هكذا؟ لماذا الدنيا هكذا كلها مبعترة؟ لماذا هناك الظلم؟ ولماذا كان هناك التفاوت الطبقي؟ ولماذا هناك الأمراض والأسقام؟ ولماذا هذه الحروب؟ أين هو الله الذي يتدخل لحمايتنا؟ هذا الكلام هو خواطر شيطانية قد تغزو فكر الإنسان، وعلينا أن نتخلص منها. ينبغي أن نحسن الظن بالله، وأن نثق به سبحانه وتعالى، بأن الذي يذهب عنا ما نحن فيه هو الله سبحانه، والقائل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، إن أحسن بي الظن سيجد ذلك، وإن أساء سيجد ذلك. علينا أن لا نيأس من رحمة الله، وعلينا أن يكون عندنا الأمل كبير فيما عند الله. علينا أن نصبر، علينا أن نتمسك بالصمود، نصمد أمام التحديات، وعلينا أن ننتظر وعد الله تعالى الذي وعد عباده الصابرين بالخيرات، حينما قال: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، بشرهم بالفوز وبالنصر وبالتمكين وبمعية الله. كذلك أيها الأحباب الكرام، ونحن ننتظر فرج المولى، علينا أن نلتزم بالدعاء المتواصل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية إذا نزل بنا الكرب واشتدت بنا الأمور نرددها فتزول الشدائد. من ذلك كما قال ابن عباس أن النبي الكريم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذه الكلمات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما اشتدت به الأمور، كلما نزل به كرب، كان يرددها. وكان إذا حزبه أمر كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يستغيث بالمولى عز وجل. وكان يقول دعوة المكروب يحفظها للصحابة، يقول فيها: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. بل كان يعلم الصحابة الذين كانوا يلجؤون إليه وهم مهمومين: امرأة مطلقة، رجل عليه دين، إنسان به مرض خطير، مظلوم. ماذا كان يعلمهم؟ عليكم بدعوة ذي النون، كان يدعو بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أولها تهليل، أوسطها تسبيح، وآخرها إقرار بالذنب. قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيا أيها الإنسان، يا من وقع في ورطة ووقع في مشاكل ربما قد تفضي به إلى السجن، لا يجد الخلاص، ماذا يفعل؟ تذكر قول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. كل من ابتلى من الأحبة الكرام في جسده، إنسان قد يصيبه مرض شديد، وقد تصيبه آفات في بدنه وهو يئن تحت وطأة الأمراض، نقول له: لا تيأس، إياك أن تيأس، فإن فرج الله قريب والشفاء آت بإذن الله. سوف تتخطى هذه المرحلة، مرحلة الأمراض، ويأتيك الله بالصحة والعافية. وهو القائل:
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أنت أيها الإنسان ربما قد تتعرض إلى أنك تفصل عن عملك أو تفقد وظيفتك أو ربما يقل مالك ويضيق رزقك وتكثر ديونك وينزل بك الكرب وتتساءل كيف أعيش ومن أين يعيش الأولاد وما هو مصيري في الحياة. لا ضير، اعلم أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، الله هو الرزاق يرزق الطير في جوها في سمائها ويرزق الحيوانات في البرية النمل في جحرها ويرزق الأسماك في البحار، فكيف لا يرزقك أنت أيها المؤمن؟ إن الله لا يضيع عباده المحسنين، وكل من يتق الله تعالى وعده بالفرج، وهو القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. كذلك السيدة التي وقعت في الطلاق أو في خصام مع زوجها أو في شنآن، نقول لها لا تحزني. وأنت أيضا أي السيد الذي وقعت في طلاق أو خصام مع زوجتك، لا تحزنوا، ربنا كريم سبحانه وتعالى والقائل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، اصبر واحتسب وتضرع إلى المولى، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما قد يأتيك بفرج أو ببديل أو بغير أو صلح أو غير ذلك، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هكذا أيها الأحباب الكرام، علينا ألا نحزن وألا نضجر إذا أصابتنا المصائب والابتلاءات، فإنه بعد الشدة يأتي الفرج. وربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، إياكم أن تقنطوا من رحمة الله، إياكم أن تضيقوا تضيق الدنيا في عيونكم، لابد أن تشعروا بالأمل وأن تحسنوا الظن بالله، ونتضرع جميعا إليه ونقول اشتدي أزمة تنفرجي، قد آن ليلك بالبلج. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.